رقاشي معك الشباب فلوس هذاك الشيء اللي معمرين به ذاك راس المال معمرين به وهذا مزال اش غادي ندير بشي راس المال بشي جيت نعذب سلعه هما قال لك غادي يسدوا معايا المينوس فاش غنسدوا النهار اللي حطيتها انا حطيتها مع الجوج الغد هما سدوا مع ملي سدوا الحاج اللي مكلف هنا بالسوق هو اللي سد جينا قلنا له والبارح قلنا له حنا نخرجوا الساعه ما بغاش يخلينا نخرج كون خرجنا على البارح والبارح وذاك جات تلصقوا فيها نشدوا خاف فلوسنا دوك هذا ما غاشدوا فيها فلوسنا لا فلوس كل شيء مشى هذه عداش باغي هذه باغي تبيع هذه مشى هذه غدا ها دور لوحه الشارع صافي غنطلع ثلاث طيبه اللي تبعت ما تبعتش غير لوحه محمد الخميدي احد المستفيدين من سوق القرب اناسي المشكل اللي عندنا هما هاد الناس هادو ما التزموش معانا النهار الاول ملي دخلنا للسوق بناء على التزام متبادل هما قالوا لنا التزام شفوي هما بشهادات كاع المستفيدين الاخوات سولهم انهم بلي على السوق جوج كروميت ما دورش شي كروسه وهمايا ما التزموش بهذا البن مما اضطر الباعه ديال الخضره والديسير انهم كيتراكم عليهم الديون ديال مستحقات الشركه ملي تراكمت عليهم الديون جاو سدوه كاين اللي ما كيتسالوه حتى شي شهر ما كيتسالوه حتى شي نهار وسدوا ليه حتى هو وملي بنادم كيبغي يهضر على حقه هما كيتشوه على عينك كيبتزوه بهذه الطريقه كيسدوا ليه كيستهدفوه بشكل مباشر علاش باش حتى ما تهضرش ما تسوق السفينه هاد الشركه حنا ما كنعرفوهاش ما عندناش بها شي صله مباشره حنا اللي عندنا الصله مع الجمعيه هاد الجمعيه حنا بالنسبه لنا اربع سنين دازت وطالعين في خمس سنين باش منخرطين فيها ما استفدنا حتى شي حاجه العذاب فابور العذاب فابور هذا هو اللي استفدنا حنا ما عندهمش علاقه بالسوق هاد الجمعيه تاسست في عهد العامل السابق اسسها دار اعضاء المكتب ديالها دار داكشي اللي بغى يدير جا بدا كيجمع بنادم من سوق المثنى بن حارثة دخلهم بي سي بي تما كاينه جاب ديال اناسي جاب ديال الفردوس كاين خارطو الجمعيه مشات ستينات ربما مع شركه حنا ما عمرنا ما كان ما عمرو كان شي جمع عام استثنائي ولا شي حاجه باش يتغير المكتب ولا شي حاجه حنا كنطالبوا دابا حنا هما سدنا السوق ياك وحنا منخرطين في الشارع في هذه الجمعيه فين هي؟ ها هو غيبتها من اربع سنوات غائبه مشاو الدراري نهار تسد النهار الاول مشاو لمقر الجمعيه اللي كاين في الازهار مشاو ليها ما كاينش يستقبلهم ما كاين حتى شي واحد السوق مسدود اليوم ثلاث ايام السلعه كتضيع هو شر هادي شر هادي بالنسبه للباعة الملابس هذه هي الضربه ديال العام كيقلب عليها كيتسنى العام كامل هذيك السلعه مسدوده عليها دي سير سير صور بعينك كيخمج لداخل الخضره كذلك راك تصورتي مع الاخ اللي كيطلع معطيشه دابا حنا هذا السوق هذا الفلسفه اللي دارت عليه علاش السوق دار اطار عمل اجتماعي تضامني في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه يعني علاش باش تنظم واحد الناس كانوا في الزنقه كانوا في الزنقه كانوا باعه متجولين كانوا كيسدوا الطريق جاو دخلوهم لهاد السوق الجمعيه عندنا وعود كاذبه ما التزماتش بها مما اضطر كاع الباعه ديال المولين الديسير خرجوا الزنقه اللي باع باع واللي كرا كرا واللي بدل الحرفه بدلها حنايا اي باب كنقصدوه اي باب كنقصدوه باش ناسسوا جمعيه كيتسد قدامنا كيقول لك كاينه جمعيه هنا في السوق هي الحامله المشروع الشركه عندها حنا ما حنا دابا داك الشيء في الكواليس ديالهم حنا ما نقدرش نقول لك كيفاش ربما سينات العماله مع الشركه والجمعيه حامله المشروع ما عرفناش كيفاش داك البلان اللي بيناتهم المهم الشركه كتقول كتسالنا حنا ما ناكريناش كتسالنا حنا راه ما عندناش ما خداميش ما عندناش ما توفراش ظروف ديال الشغل باش حنا نبيعو ونشريو حنا الا بغاو رخصوا لينا حنا الشركه ما عندنا ما نديرو بها الشركه الا كتقول كتسالنا شي ريال تحاسب معنا ونعطيوها ليها والدور مع الدوره كتسالنا مليون نعطيوها ليها كتسالنا 100000 نعطيوها ليها والدور مع الدوره ها هو دابا السوق مسدود وكتحسب الكونتور ها هو السوق كل مره كيتسد وكيتحسب الكونتور المشكل ديال الضوء اللي كنا كان يتحرك السوق كل ما كنت انا ام قدام هاد الاخوه اللي طفيت العافيه واحد الاخ كان معايا السوق فيه مليار ديال السلعه الشركه دابا حاليا اربع سنين سيكريتي ما عندهمش لا سينيسيس لا شي لعبه الشركه غياب تام على الصيانه على المواكبه على حتى شي حاجه ما كاينه في هذا السوق هذا هنايا كاينه العرباده هنا كاينه العرباده وكاينه البلطاجه كاينه سوريا هنا في هذا السوق هذه كيتمارس داكشي ديال بشار الاسد كيتمارس هنا وانا كنتحمل المسؤوليه وانا كنحمل وكنقول لكم انا كنتحمل المسؤوليه حيت عارف اش كاين كاين سوريا هنا كاين بشار الاسد كاين بلطاجه هنا راه عيب وعار المغرب 2021 وباقي كيتمارس فيها الممارسات هذه واش هاد الناس ما بقاوش فيهم
واش هاد الناس منهم ماشي مغاربه؟ واش هاد الناس جايين بوليزاريو؟ واش هاد الناس ما عندهمش ولاد ما عندهمش والدين؟ واش هاد الناس ما كترسخوش الله جيت كتسد ليه نتايا بآلو كتسد ليه؟ شكون انت؟ حنا ما عرفناش هاد السيد اللي كيسد شكون هو باش من صيفه؟ راه عيب وعار رسالاتنا حنا ما نقولش محمد السادس لان هذاك مالك ديالنا حنا كنحتارموه وكنقدروه وعارفين عنده مشاكل كبيره، عنده مشكل ديال الصحراء، عنده مشاكل هو مشغول بها. ما غاديش تقول لي حنا كناديو اي مسؤول كائنا من كان كما صغير كما كبير يجي يدير لنا حل مع هاد الناس هذ.